بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون السنة الجديدة سنة طيبة عليكم وسنة كلها خير عليكم وعلى الأسرة والأصدقاء والأحباء وجميع معارفكم. وزي ما احنا متعودين احنا بنقدم أهم الكورسات الخاصة بالتوب كريدنشال على مستوى العالم كله، واللي بتميز أي مهندس في سوق العمل. فالنهارده هنتكلم على كورس جديد هو التوب كريدنشال في الفاير بروتكشن، اسمه سيرتيفايد فاير بروتكشن سبيشاليست او سي اف بي اس، بتقدمه جمعيه ان اف بي في امريكا، اكبر منظمه في الحريق للحريق في امريكا وفي العالم كله. فان شاء الله ده جدول محتويات مقدمه الكورس. اول حاجه واي سي اف بي اس، ليه الكورس ده مهم، وتاني حاجة هو شو التيكت، مين المفروض يقدم عليه أو ياخده، وتالت حاجة واي انج بوك، ليه مهم إنك تاخد الكورس مع انج بوك، ورابع حاجة هنتكلم على الإكزام أوفر فيو، وخامس حاجة هنتكلم على الكورس سكيدول. هو عبارة عن 6 أيام، كل يوم بناخد فيه 2 سيشن، وسبع يوم الأخير بتبقى مراجعة عامة ريفيجن. ورقم 6 هنتكلم على الكورس بنفيت او اوت كام، هتستفيد من الكورس. وبعد كده لو حد عنده اي سؤال ممكن نجاوب عليه ان شاء الله في التعليقات، او يتواصل معانا على الويب سايت او على الفيسبوك او لينكد ان. فاول حاجه واي سي اف بي اس، هو السي اف بي اس هو الستاندر فور فاير بروتكشن سبيشاليتي حسب ما ان اف بي بتعرفه، اللي هو الستاندر بتاع الفاير بروتكشن كريديبيليتي وكومبتنس، يعني هو اللي بيحدد المعيار الرئيسي لكفاءة الشخص ومصداقيته ومعرفته في مجال الفاير. اوكي، ان في بتقدم كورسات كتيرة وكذا سيرتيفيكيت متخصصة، يعني مثلا في 101 في اللايف سيفتي ليها سيرتيفيكيت، في 72 الفاير الارم ليها سيرتيفيكيت، في 13 السبرينكلرز ليها سيرتيفيكيت، في الووتر بيزد ليها سيرتيفيكيت، في الهازارد ليها سيرتيفيكيت، في الباور امرجنسي ليها سيرتيفيكيت. فكلها شهادات متخصصه، لكن سي اف بي اس هي المعيار الرئيسي الهوليستيك فاير بروتكشن، عشان كده شهاده مهمه جدا. وطبعا تاني حاجه اللي بيقدمها هو ان بي ناشونال فاير بروتكشن اسوشيشن في امريكا، وزي ما قلنا هي اكبر منظمه في العالم في مجال الفاير بروتكشن. وثالث حاجة شهادة نفسية معتمدة من أنسي، اللي هي برضو أكبر منظمة في الستاندر في أمريكا وفي العالم كله، اللي بتعتمد التخصصات والشهادات والديفلوبمنت للشركات والأشخاص. أوكي، معتمدة بالأنسي تبع الأيزو 17024. ورابع حاجة اللي معاه سي بي اس بيكون بروفيشنال ريكوجنايزد في الفاير، واسمه بيتحط في الليستة في الدايركتوري أونلاين، وبيجي لك شهادة محترمة بتعلقها في المكتب عندك أو في البيت عندك، إثبات إن أنت متميز وكومبتنت في الفاير بروتكشن. بيجي لك ليبل بين صغير كده عليه زي ما أنتم شايفين الشعار بتاع السي بيس دوت، نفس المنظر بيجي لك بتعلقه عندك على البدلة أو على الشيرت، عشان تبين إن أنت أصلا مهندس متخصص في مجال الحريق. وتالت حاجة بيجي لك وولت كارد بتحطه عندك في الوالت في المحفظة زي بيزنس كارد كده، عليه اسمك وتاريخ إصدار الشهادة واللوجو بتاع الشهادة، ده برضو بيبين إن أنت إنسان بروفيشنال في الفاير. وسابع حاجة هي طبعا شهادة في أمريكا بالذات مطلوبة من التوب إمبلاير، والراتب بتاعها يبقى عالي جدا. أي حد معاه سي إف بي إس ودرس الشهادة عارف الكلام اللي أنا بقوله. أوكي، ده مثلا نموذج للشهادة بيجي لك باسمك، شهادة محترمة جدا وعليها جولدن ستامب هنا جولدن سيل ومعتمدة من أنسي، وبيجي لك لتر لما تنجح ومعاه الولد كارد والليبل بين زي ما قلنا. وبعد كده برضو ده نموذج لبعض معظم الشركات اللي في أمريكا وفي كندا في الغرب عموما، لما بيطلبوا حد سيرتيفايد في الفاير سواء كان كونسلتنتس أو فاير بروتكشن انجينير في مجالات الاستشارات الهندسية
أو المقاولات أو الإنشورنس بيطلبوا دايما السيف بيس، زي ما انتم شايفين هنا عندنا أروب وجاكوب، طبعا من أكبر المكاتب الاستشارية في العالم في البروجكت مانجمنت والإنجينيرينج، وليبرتي ميوتشوال إنشورنس من أكبر الشركات في العالم برضه في مجال الإنشورنس والسيفتي. زي ما انتم شايفين أي حد هنا بيطلب المتخصص في الفاير بيطلبوا منه سيف بيس. وهنا الرواتب السالري زي ما انتم شايفين من 130 ل 175,000 دولار بير يير. طبعا ده مبلغ اي حد مهندس شغال بره عارف ان ده مبلغ كبير جدا وسالري كبير جدا لاي مهندس. طب مين المفروض ياخد الشهاده في المجال بتاعنا؟ مهندسين ميكانيكال والكتريكال الام اي بي والاركتكت والاستراكشر، عشان برضو الشهاده زي ما قلنا هوليستيك فاير بروتكشن خاصه بالبيلدينج انفلوب وستراكشر فاير بروتكشن والسيفتي مانجر والريسك مانجرز، الناس اللي شغالين في اداره المخاطر واداره الامن والسلامه والكود انفورسر وفاير انسبكتور فاير اوفيسر، الناس اللي شغالين في الدفاع المدني واللي بيحطوا الكود واللي بيعملوا انسبكشن على المباني، والفاسيلتي مانجر مديرين المرافق والمباني، واخر حاجه الفاير بروتكشن كونسلتنت وانجينير الاستشاري بتاع الحريق واللي بيصمم نظام الحريق. فدول المفروض اصلا اللي هم يكونوا بيسيك السيرتيفيكيت في الفاير، وزي ما قلنا التوب كريدنشال هو السيف بيس. طب ليه انجي بوك؟ اول حاجه المحاضر اللي هيديك الكورس مع بي اي لايسن في الفاير بروتكشن 15 years of work experience. طبعا اهم حاجه ان اللي يديك كورس اي كورس مهما يكون يكون اصلا انسان فاهم وعنده خبره experience ونولج وسكيلز، مش اي حد عنده خبره بيكون عارف كل الكلام دوت، لازم الخبره تكون مبنيه على علم وعلى نولج. اوكي، والبي اي لايسن هي اكبر حاجه في مجال الهندسه especially زي ما احنا بنتكلم النهارده على الكورس بتاع الفاير. تاني حاجه الكونتنت بتاع الكورس هيكون كونتنت فيري انفورماتيف مليء بالمعلومات القيمه والمحترمه وتو ذا بوينتس، بيديك الخلاصه بتاعت الفاير سواء كان نولج او اكزام بيزد. والتالت حاجة سعر الكورس منافس، طبعا زي ما انتم عارفين لو حد دخل على موقع ان بي اي عشان يشوف اسعار الشهادة هيلاقي طبعا الشهادة بتكون مسجلة، المحاضرة مسجلة اونلاين وسعرها 1100 دولار، ولو خدت كل شابتر لوحده يبقى حقه 900 دولار، طبعا مبلغ كبير على اي حد. فاحنا سعرنا كومبتيتيف، ممكن تخش على الويب سايت عندنا وتشوف الاسعار بتاعتنا. وبعدين الكورس هيكون فيرتشوال واونلاين، في ان بي بس بيدوك الاونلاين كورس محاضره مسجله، بس احنا عندنا فيرتشوال لايف كورسز واونلاين لو حد عنده ايمرجنسي او ما حضرش الكورس فممكن يسمع محاضره مسجله. وخامس حاجه الانتراكشن مع المحاضر، اساله اي حاجه انت عايزها، وعندنا واتساب جروب للناس اللي تاخد الكورس معانا برده بيكون فيه انتراكشن ما بيننا، اي حد عنده استفسار حاجه مش فاهمها بنساعده فيها. واخر حاجه بنديك فول سبورت لحد ما تعدي من الامتحان، طبعا دي مميزات مش هتلاقيها في اي مركز تدريب تاني. هنا نبذة عن الامتحان. الامتحان اول حاجه ام اس كيو مالتيبل تشويس اختيارات، وهو 100 سؤال في 3 ساعات. والاكزام بوليسي اوبن بوك، بيكون معاك ريفرنس بوك اللي هم التو فوليوم بتوع ان اف بي اي، الاف بي اتش او الفاير بروتكشن هاند بوك اديشن 20، بيكونوا تقريبا 3500 صفحه كتابين، كل كتاب تقريبا عرضه من 6 ل 7 سنتي، طبعا حجم كبير جدا. التايم واللوكيشن بتاع الامتحان، التايم ممكن تسجل اي وقت، والامتحان كمبيوتر بيزد بتخش فيه التست سنتر لما تقدم على الامتحان، تعمل سكيدول ليه في بروميتريك سنتر زي الناس اللي تاخد بي ام بي، بيكون برضه في نفس المركز اللي هو بروميتريك سنتر. طب مين اليجيبل يقعد الامتحان؟ اقل حاجه يكون معاك باتشلر ديجري بكالوريوس مع 4 سنين خبره في مجال الحريق، او ماستر في الحريق مع 2 سنين، او دبلومه مع 4 سنين خبره. طب الاكزام فيه قد ايه؟ رسوم الامتحان 350 دولار، وبتاخد الشهاده لما تنجح فاليد ل3 سنين، ولو بتحب تعمل لها رينيو بعد كده ب 175 دولار، ولو قدر الله لو سقطت في الامتحان بتخش برضه بتدفع 175 دولار نفس المبلغ، وكل سنه 125 على الشهاده الناس اللي هي شغاله بيها. وده ريفرنس الامتحان زي ما قلنا التو فوليوم بتاع ان بي اي 3500 صفحه 211 شابتر،
زي ما انتم شايفين هنا توب بوك فوليوم 1 فوليوم 2، ده ريفرنس على الامتحان. زي ما انتم شايفين عرض الكتاب تقريبا 6 سنتي، كتابين يعني اضخم كتابين في الان اف بي كله، يعني هم دول يعتبروا فيهم كل حاجه في الفاير. وليك كمان انك تعرف عشان بس تعرف اهميه الشهاده، نفس الكتابين دول هم برضو ريفرنس بتاع الامتحان بتاع البي اي لايسن، ده بيوريك حجم الشهاده وتقولها. نفس الامتحان بتاع البي اي الريفرنس بتاع الامتحان هو نفسه بتاع السي اف اس. فاللي بينجح في السي اف اس وبيذاكرها وبيفهم فيها كل اللي فيها المحتوى بتاعها، بيقدر بعد كده لما يكون عنده ان شاء الله نيه انه يخش امتحان بي اي بيبقى اسهل له بكتير، لانه عارف المين كونتنت. وده نموذج لشكل الامتحان بتيجي ازاي الاسئله. زي ما انتم شايفين هنا مثلا بيقول لك وات از ذا مينيمم اكسبتبل فاير فلو ريتس عند البيز اوف رايزر لو عندك الهازارد جروب 1 في السبرينكلر سيستم. فلو ما حدش عارف النولج بتاعت الكتاب والستاندر والكود مش عارف يحل، اي حد يقول لك انا عندي اكسبيرينس ومش محتاج اخد الشهاده، تعرف اللي هو معلش يعني انسان جاهل، لان الخبره بدون نولج وعلم ملهاش اي قيمه اصلا. لازم اهم حاجه شباب العلم والمعرفه مهما كان عندك خبره. الناس اللي عندها خبره ونجحت في حياتها يتعدوا على الصوابع، لكن المين كونسبت يكون عندك خبره ونولج وستاندرد، ده اللي بيخليك مميز عن غيرك. فانت لو ما عندكش نولج ومعرفه وعلم من الكود والستاندرد مش هتعرف تحل اي سؤال في الامتحان. فده مثلا اول سؤال في الامتحان بيقول لك وات از مينيمم اكسبتبل فلو ريت عند البيز اوف رايزر جروب 1، لو محدش عارف مش هيحل، والاجابه هي رقم بي 850 جي بي ام. وتاني مثلا واحده هنا بيقول لك بريشر بروديوسد باي كولوم اوف ووتر 1 فوت بيساوي كام بي اس اي، دي معلومه عامه بس لازم يكون اي مهندس عارف ازاي يحول الوحدات 1 فوت اوف ووتر بيساوي كام بي اس اي. اوكي، والاجابه هي اللي رقم واحد اللي هي ال 1 فوت بالواحد 1 بيساوي 0.433 بي اس اي. وهنا مثلا بيقول لك توتال هيد للبامب، لما كان عندك فاير بامب توتال هيد معناه ايه؟ هل هو الانرجي الامبارتد تو ذا ليكويد لما تعدي من على البامب، لما يجي عندك ووتر بيعدي على البامب الانرجي اللي بياخدها هي دي التوتال هيد، ولا البي اس اي ريتنج عند الليكويد باس ثرو البايب، ولا البي اس اي بتاع الليكويد اللي بيعدي خلال البايب، ولا الانرجي امبارتد تو ذا ليكويد لما يعمل باسنج للاورفيس، ولا ستاتيك هيد عند البامب انتيك. فطبعا الاجابه رقم واحد. وهنا بيقول لك مثلا بروبر اكزيت ديزاين بيرميت ايفري ون تو ليف ذا فاير اندنجرد اريا، لما يكون عندي اكزيت ديزاين اللي هو البيست ديزاين لاي مخرج هروب، هل هو اللي بيوفر لك مخرج هروب وزود فير اوف لوس اوف لايف بيخلي الناس تهرب وهي مش خايفه عشان حاسه بامان، ولا barrier to an untenable atmosphere، ولا بيوديك لمكان يكون untenable atmosphere يعني مكان ما يكونش فيه سموك، ولا بيوديك لمكان في short travel distance وأقصر مكان للهروب ما تهرب بيكون أقصر مكان، هل هو ده أحسن design، ولا بيكون هو short possible time، ولا بيكون المخرج اللي بيخليك تخرج من مكان الحريق لبره في اسرع وقت. طبعا الاجابه هي اخر واحده اللي هو اسرع وقت. وهنا مثلا بيقول لك اللايف سيفتي كود انكلود تيرم اكزيت ان اوفرول ديفينيشن اوف مينز اوف اجريس، هنا بيعرف لك المينز اوف اجريس معناها ايه. هل هي كونتينوس باس اوف ترافل فروم اني بوينت ان ا بيلدينج اور ستراكشر تو ذا اوبن اير اوتسايد ذا جراوند ليفل. بيقول لك الاجريس بقى كونسيست اوف ويتش 3 سيبريت اوف ديستينكت بارتس، ايه هم 3 مين بارت بتوع اكزيت، هل هو access to the exits واللايتنج والساينج، ولا access to the exits والفلور كونستراكشن والدور سوينج، ولا access to the exit والاكزيت نفسه والاريا outside of the building، ولا access to the exit والاكزيت نفسه والاكزيت شارج. طبعا الاجابه رقم دي. سبعه مثلا بيقول لك ان تايب 2 تريبل 1 كونستراكشن، ده نورمال انواع كونستراكشن عندنا في الكونستراكشن تايب في 5 تايبس 1 2 3 4 5. ففي تايب 2 لما يكون عندك كولم سبورتنج مور ذان 1 فلور، عندك عمود في المبنى بيشيل فوق منه اكتر من دور واحد، ار ريكوايرد تو هاف فاير ريزيستنس ريتنج كام ساعه، لازم يكون هو فاير ريتنج كام ساعه، 0 ولا 3 كوارتر ولا 1 اور
ولا 3 hours، فلازم يكون حد عارف حسب معرفته بالكود ان عندك التايب 1 وال 2 و 3 4. تايب 1 هو اعلى حاجه بتستحمل، وتايب 5 هي اقل حاجه. اوكي، والسؤال اللي بعد منه بيقول لك intensity of elimination of mean of egress should be not less than كذا. يعني بيقول لك لما يكون عندك means of egress مخرج الهروب عنده elimination اللايتنج بتاعته اللي على مخرج من انتوا بتشوفوا exit lights بتديك اضاءه بمقدار قد ايه؟ 1 foot candle measured at the floor ولا 1 foot candle measured 3 foot above floor ولا 3 foot candle at the floor ولا 3 foot candle measured above the floor. طبعا الاجابه رقم واحد 1 foot عند الفلور. هنا مثلا بقول لك important limitation to consider when using pressure tank in automatic sprinkler system. ده هو اهم consideration بتعتبره لما يكون عندك pressure tank في نظام السبرينكلر. هل هو the small volume of water stored، الحجم الصغير بتاع المايه المتخزنه في التانك، ولا dependence upon outside power source to maintain pressure، ولا اعتمادك على باور خارجي عشان يمنتين بريشر، ولا lack of training of fire department personnel، ولا نقص الخبره للدفاع المدني، ولا inadequate pipe sizing، ولا pipe sizing اللي مش معمول له ديزاين صح. طبعا رقم واحد عشان بريشر تانك دايما بيحط فيه ميه بكميه صغيره small volume of water. Which one of the following principles is used to determine necessary exit width؟ عشان احدد اقل عرض لمخرج الهروب، هي المبادئ الرئيسيه اللي باخدها في اعتباري. هل الديزاين والابلكيشن، تصميم وتطبيق، ولا فلو كاباستي، ولا معدل التدفق بتاع الناس وسعه المخرج، ولا ويدز اند موفمنت، ولا عرض المخرج وحركه الناس سريعه ولا بطيئه، ولا كونستراكشن اند ديزاين، ولا تصميم والبناء. طبعا رقم بي الفلو كاباستي. As a type of automatic fire detection device, heat detector بيعتبر هو أقدم طريقة بكشف فيها الحريق، ولا أحدث طريقة، ولا most reliable، ولا أكتر طريقة ممكن أعتمد عليها، ولا least reliable، ولا أقل طريقة أعتمد عليها عشان عندي smoke وعندي غير الهيت detector. طبعا هي أول واحدة، هي أقدم طريقة. بقول لك اخر واحد، الفيرست برنسبل اوف جود ستورج براكتس اوف كيميكالز، لما اجي اخزن الكيميكالز عندي في الوير هاوس ايه اهم حاجه عندي؟ اللي اعمل ليميتنج للكوانتيتي، احدد الكميه بتاعته اقللها، ولا اعمل سيجريجيشن افصلها عن بقيه المخزون، ولا كونتينمنت، ولا اعمل لها حصر، ولا كونسنتريشن، ولا تركيز الكيميكال نفسه. طبعا رقم اثنين، بعمل لها فصل عن جميع المخزون عشان هي ماده كيميكال وكومباستبل. ده نموذج للسامبل اللي يجي في الامتحان، مش نفس الاسئله بس ده نموذج من التايب اوف كويستشنز، بيجي في كل حاجه سواء كان ووتر سبرينكلر، سواء فاير ديتكشن، سواء لايف سيفتي، سواء ستراكشرر. عشان كده بقول لك هي خاصه بالميكانيكال الكتريكال والاركتكت والستراكشر انجينير وجميع التخصصات الخاصه بالريسك والسيفتي. والكورس سكيدول عندنا زي ما قلنا هم 6 ايام وسبع يوم ريفيجن، فاول في كل يوم هناخد 2 سيكشن. اول يوم هناخد 2 سيكشن 1 اند 2 سيفتي ان بيلدينج انفايرمنت وبيزكس اوف فاير ساينس، دول بيمثلوا 15% اوف اكزام. ودي 2 بناخد سيكشن 3 و4 انفورميشن اناليسيز وهيومن بيهافير، دول بيمثلوا 10% من الاكزام. ودي رقم 3 بناخد 5 اند 6 سيكشنز الفاير بريفنشن والفاسيلتي فاير هازارد مانجمنت، دول بيمثلوا 15%. Day 4 بناخد سيكشن 7 و 8 System Approach Organizing for Rescue، دول بيمثلوا 10%. Day رقم 5 هو أهم يوم اللي هو بيمثل 30% من الإكزام، ده خاص بالديتكشن ألارم والووتر بيزد اللي هي ميكانيكال والإلكتريكال. وDay 6 بناخد فيه Fire Suppression Without Water، أنظمة الحريق لما ما فيهاش فيها مية زي الكلين إيجنت وزي الدايكسايد كربون زي الفوم والووتر ميست ووتر سبراي. والكونفايننج فايرز سوري without water، لا ما فيهاش water mist water spray. وconfining fires اللي هي بعمل ازاي حصر الحريق او compartmentation او fire barriers، ده برضه بيمثل 10% من الاكزام. وday 7 اخر يوم بناخد فيه مراجعه وازاي نحل الاسئله. فday 1 زي ما قلنا 2 section 1 and 2 بناخد في اول section type of construction occupancy classification compartmentation الفاير بروتكشن فيتشرز الكود والستاندر، سيكشن 2 كيمستري والفيزكس اوف فاير والديناميك اوف فاير جروث،
product of combustions, heat release rates, flame speeds, smoke developments. دي كلها أساسيات الحريق والكيمستري والفيزيكس، يعني أصلا الحريق وإزاي بيتكون وإيه هي مكوناته الرئيسية، وإزاي هنا الستاندر زي ما أنتم شايفين فوق بتاع اليو إس اتكون ستاندر إزاي مع تطور التاريخ، سواء كان برايفت سيكتور أو فيدرال جفرمنت، يعني إس دي أو المنظمة اللي عاملة الستاندر أصلا في أمريكا بتاع الحريق. وهنا عندنا اوكيبانسي تايب من 3 لحد 7 وتايب اوف كونستراكشن من 1 ل 5 زي ما قلنا. وهنا عندنا السيباريشن بتوين بيلدينجز زي مثلا كوريدور والابارتمنت، كوريدور واكزيت، هوسبيتال مع اسمبلي، وير هاوس مع اسمبلي، بفرق بينهم بكومبارتمنت بيستحمل كام ساعه. سيكشن 2 هنا البيزكس اوف فاير، يعني فاير اصلا لما يحصل عندي فاير الجلوس بتاعها بيزد على التايب اوف فاير، سلو ميديوم فاست الترا فاست، هل هي سريعه ولا بطيئه ولا متوسطه ولا سريعه جدا، وبيحصل ازاي حسب المنحنى اللي فوق دوت، التايم مع هيت ريليز ريت حسب نوع الماده المشتعله زي ما انتم شايفين في التيبل اللي جنبها، كل ماده ليها هيت ريليز ريت حسب قوه اشتعالها، وهل هي فلامبل ولا كومباستبل ولا اي ماده عاديه اوردينري، فبيحصل جروث فيري رابيد او سريع جدا، وبعدين بيحصل سيل ستيت، وبعدين بيحصل ديكي للفاير في وقت معين عن طريق المعادله الرئيسيه المهمه جدا اللي هي كيو بيساوي الفا تي سكوير. وهنا لو عندي فاير من السيرفيس ازاي بحسب الفلو ريت، سوري بحسب الماس بتاع السموك ديفلوبمنت او الماس بتاع الفاير عن طريق برضو المعادله هنا ام بيساوي كيو فليم ناقص كيو لوس على ال جي الهيت ريليز ريت. وهنا عندي معادله الكومباشن سواء كان مثلا فور اكزامبل ميثين او ايثيلين مع الاكسجين، لازم اي كومباشن بيطلع سي او 2 اتش 2 او. وهنا مثلا التايب اوف فايرز، لو كان عندي فاير في اوبن اريا من غير سيلينج وول، او في اوبن اريا مع سيلينج بدون وول، او لو كان في منطقه فيها سيلينج وول زي كومبارتمنت، وازاي بيحصل فلاش اوفر لما الهيت ريليز ريت توصل لدرجه كام والتمبريتشر بتاع السموك توصل لدرجه كام. دي 2 عند سكشن 3 و 4 2 اورز. سكشن 3 انفورميشن اناليسيز بناخد فيه الفاير لوس انفستيجيشن، ازاي بعمل تحقيق عشان اعرف ايه اللي حصل في الحريق، سواء كان لوس في الارواح الديث، او سواء كانت انجريز اصابات، او سواء كان دايما الفاير لما بيحصل فاير بنخاف من اللوس في البروبرتي واللايف والانفايرمنت والبزنس كونتينيوتي، دول اهم اربع حاجات. فازاي بعمل انفستيجيشن وبجمع داتا، عشان بدون داتا ما اقدرش اعمل ديفلوبمنت للفاير كود، فدي اهم حاجه في الفاير واساسيات الفاير. سكشن 4 باخد في الهيومن بيهيفير، ازاي الانسان بيسلك طريق معين او تصرف معين بيهيفيرز اثناء الحريق تختلف من شخص للتاني من دوله للتانيه، وبزد عليها بصمم مخارج الهروب وبصمم نظام الانذار. هنا مثلا عندك الكوزز اوف فاير زي مثلا الكوكينج او الكتريكال او السموكينج او الكاندل او كلوز دراير. وهنا عندي لما يحصل فاير ببلغ دفاع مدني ولا لا، بعمل ريبورتنج ولا لا، بفضل ماشي مع نوع الحريق ومكانه فين عشان اعمل ريبورتنج في الاخر، ودي الحاجه اسمها ان اف ار اس في امريكا، ان فاير اس دي اكبر منظمه تعمل ريبورتنج للفاير انستنت. وهنا عندي ريسك استيميشن، اوكي سواء كان عندي كونسيكونس اناليسيز او probability analysis، كلها شغل يحصى عن طريق الهازارد ايدنتيفيكيشن. وهنا عندي ايفنت تري، اشوف مثلا في فاير هيحصل ولا لا، طب لو حصل فاير هل هيتم النجاح عن طريق مانيوال بس ولا لازم اعمل له سبرينكلر. كل دي طبعا حاجات خاصه بالاحصاء وخاصه بالريسك اناليسيز. وهنا عندي نوع الفاير سلو ميديوم فاست الترا فاست عن طريق الفاير التايب اللي هي الموست كومن اسمها تي سكوير فاير. وهنا عندي كوز اوف اجنيشن سواء كان في حرائق الغابات الوايلد لاندز او الفورست فاير او حرائق عاديه، وهل هي متعمده من شخص انتشنال ولا غير متعمده عن طريق مثلا كهرباء او هيت سورس، ولا عن طريق نيتشرر عن طريق الطبيعه زي ما بيحصل في الغابات عندنا. هنا هيومن بيهيفيرز لما بعرف سلوك البشر زي مثلا هنا مقارنه كومباريزون بين بريتش والامريكان بيبول، لما بعمل لهم مينز اوف اوير لما يحصل فاير انسيدنتس ايه هي المينز اوف اويكنس بالنسبه لهم، ازاي بعمل لهم واي اثناء الفاير، هل عن طريق اللي هم يسو ذا فليم بيشوفوا الحريق نفسه ولا بيسميل السموك ولا بيشم ريحه السموك ولا بيهيرد نويز بيسمعوا دوشه وفي حد بيهرب في دوشه بتحصل، او هيرد شاوتس صريخ،
بيسمعوا الارم بتاع الحريق بتاع السموك والهيت ديتكتور. فدي مقارنه بين الشعوب زي ما قلنا، تفرق من شخص للتاني ومن شعب للتاني. تحت هنا عندي برضو what sound would draw your attention when sleeping، لما تكون نايم ايه اكتر صوت ممكن يصحيك؟ هل هو صوت child crying، طفل صغير بيبكي او بينادي عليك، او loud voice صوت عالي حد بيتكلم بصوت عالي او بيصرخ، ولا dog barking هل كلب بينبح باستمرار، ولا baby crying طفل رضيع بيصرخ او بيعيط، ولا السايرن صوت السيرينا، ولا تليفون رينجينج صوت تليفون الارم، ولا كلوك، ولا سموك الارم. هتلاقي السموك هنا في المرحله المتاخره بيزد على اليو اس بيبول. فبيزد على كده انا بصمم بقى مخارج الهروب عندي، زي هنا مثلا على الشمال خالص مخرج الهروب بتاع السلم، بصمم ازاي عرض السلم، واللي على يمينه هنا بصمم ازاي عرض الكوريدور، واللي بعد منه هنا بصمم ازاي طول الترافل ديستانس والكومن باث وديد اند. طبعا دي حاجات خاصه بالمعماري. وهنا حاجه اسمها ايفاكويشن تايم مهمه جدا، بحسب فيها حاجه اسمها تايم افيلبل تو سكيب والتايم نيد تو سكيب، اسيت وريست. لازم دايما تكون اسيت اكبر من ريست عشان يقدر الانسان يخرج بسرعه في اسرع وقت من المبنى. في دي 3 تو سيكشن 5 6 الفاير بريفنشن، ازاي مبنى الحريق اصلا يحدث؟ عن طريق اني بعمل اصلا كومبارتمنتيشن وبشوف مثلا ايه اللي بيحصل في الحريق، هيت سورس بلغيه او في الاستورج او في الكومبوننت بتاع التكييف او الفنتليشن او الكهرباء، او البروسيس زي الدريلنج والويلدنج اللي هي فيها خطر فيها اشعال شراره، او الماتيريالز مثلا عندي داست او كومباستبل او فيلم ليكويد او جاز في الخزين. فبتجنب كل دول وبقلل الكميه او التركيز او الفصل عشان امنع الحريق يحصل، لان الوقايه خير من العلاج. سيكشن 6 باخد فاسيلتي فاير هازارد مانجمنت، ازاي بعمل اداره للمخاطر في الفاسيلتي عن طريق الفاير ديبارتمنت ريسبونس، ازاي بيحصل فاير ديبارتمنت ريسبونس لو حصل حريق مثلا لو عندي في المصنع او في الشركه فريق اسمه اي ار تي اللي هو بيسموه ايمرجنسي ريسبوند تيم او الدفاع المدني، ايهما اقرب يعني ليك، وايه ايه اسلوب ايه تاثير الفاير ده على الانفايرمنت، ويعني ايه فاير اكسبلوجن بيحصل ازاي، انفجار في الحاجات اللي فيها ضغط بعمل لها ازاي فينت، وازاي بعمل انسبكشن على مبنى عشان اشوف هو الكومبلايد مع الكود ولا لا. اوكي، وبعمل ازاي اديوكيشن للناس بتاع الامرجنسي سيستم، وبستخدم ازاي الميه اللي موجوده في السايت عندي برايفت ووتر او بابليك ووتر مثلا سويمنج بول او ريفر او سي قريب من المبنى عندي، والفاير ديبارتمنت اكسس للفاسيلتي. لما اجي اصمم لازم اصمم ان عربيه الحريق لما تيجي تطفي يكون ليها عرض كافي ومسافه كافيه من المبنى عشان تعرف تطفي الحريق. عندنا نماذج للفاير بريفنشن ازاي بمنع الحريق. عندي هنا فور مين فاكتورز زي الهيت سورسز والتايب اوف اجنيشن ماتيريالز، والاجنيشن ماتيريالز برضو اللي بتعمل هيت، والبراكتس اللي بيعمل لي بريفنشن سكسس. دول اهم اربعه عوامل بمنع بيهم الحريق. وهنا عندي مثلا لو ويست مانجمنت في المكان وير هاوس او بيت، بعمله ازاي ويست مانجمنت؟ اني بقلله احسن ما اعمل له سيجريجيشن وارميه في اللاند فيلينج، فالاحسن ان انا اصلا اقلل الويست. وهنا عندي ميتيجيشن استراتيجي زي education enforcement الكود engineering practice emergency response economic incentives للمالك، ازاي لما بعمل ميتيجيشن او بريفنشن المالك بيستفيد عندي ولا بيخسر ارواح ولا بروبرتي ولا بزنس، وبنفع البيئه. وهنا عندي الابر في الليمو والليمت واللور في الليمو والليمت، دي قيم مهمه جدا جدا عشان امنع حاجه اسمها اوتو اجنيشن للفاير، اشتعال ذاتي لاي ماده موجوده في الوير هاوس عندي او في المصنع او في البيت. لازم اعرف الكومباستبل ليكويد دوت او الفلمبل جاز اللي عندي الابر ليميت واللور ليميت قد ايه. وهنا عندي الفاير دمب بتاع الحريق، وعندي كيتشن هود سيستم، ازاي برضو لما اجي اسممهم اعمل بقى عن طريقهم فاير بريفنشن. وهنا عندي تحت في الكيرف هنا الوود وحاجه اسمها موشر كونتنت، مستوى الرطوبه او الميه الموجوده في الخشب، عشان بتحدد لي برده هل الخشب دوت سريع الاشتعال ولا بطيء الاشتعال حسب نسبه الميه الموجوده فيه. كل ما الميه تقل كل ما الخشب يكون اشتعاله سريع جدا. والجدول اللي فوق بيوريك ازاي بخزن الليكويد ال بي جي كونتينرز عن طريق مسافات معينه وكميه معينه، في كل ده الهدف منه الفاير بريفنشن. وهنا الفاير هازارد مانجمنت، لما يكون عندي حريق ازاي بعمل له مانجمنت وتاثيره على البيئه.
فهنا هتلاقي مثلا بيلدينج حوالين منه بحر، زي مثلا في ايطاليا في فينيس تلاقي كل البيوت حوالين منها بحر، ففي صعوبه للدخول ليها عشان هتطفي الحريق، فلازم بقى في الحاله دي استخدم بوت او شيب سفينه او قارب تبع الدفاع المدني. وتحت هنا بستخدم ميه السويمنج بول لو ما عنديش ميه في السايت، هنا بسموها في الحاله دي بابليك ووتر. وهنا عندي فاير، بعمل ازاي؟ بفكر في الفاير الاول، لو حصل فاير هل ممكن اطفيه عن طريق اوكيبانت الشخص اللي ساكن في المبنى؟ لو قال لك يس يبقى دي حريقه صغيره سمول كونسيكونس ملهاش يعني عواقب ضخمه. طب لو نو هل ممكن اطفيها عن طريق سبرينكلر او اعمل لها كنترول عن طريق سبرينكلر؟ لو يس يبقى ميديم كونسيكونس. طب لو نو هل ممكن اطفيها عن طريق دفاع مدني؟ لو يس يبقى لارج كونسيكونس عشان لازم دفاع مدني يجي في وقت معين فيتاخر على الحريق ممكن يحصل كوارث. ولو نو كمان يبقى دي فيري لارج كونسيكونس. ده بيبين لك حاجه اسمها ريسك اناليسيز وريسك اسسمنت عشان احدد مستوى خطوره الحريق اصمم النظام الصح ليه. وتحت هنا مثلا نموذج اون سايت سيرفي، واحد بيعمل انسبكشن من الفاير انسبكتور او الفاير اوفيسر على المبنى عشان يشوفه مطابق للكود ولا لا. وهنا مثلا عندي الفورست او الوايلد فاير زي ما بيسموها، حرائق الغابات زي ما بيحصل في امريكا واستراليا والبرازيل كل سنه بسبب الكلايمت تشينج جلوبال وارمنج ولا حد مولع فيه قصد، فبتضر البيئه جدا. تحت هنا عندي تايب اوف كونستراكشن زي ما قلنا عليه من تايب 1 لحد تايب 5. وتايب 1 هو اخطر نوع بيستحمل عن طريق الكولم بتاع المبنى، العمود الخرساني او العمود الحديد والحيطان الخارجيه اللي بتشيل بيرنج لود او نون بيرنج لود والسيلينج والفلور، كل ده في الاستراكشر والتايب اوف كونستراكشن. وتايب 1 هو اكتر نوع بيستحمل وتايب 5 اقل نوع بيستحمل. وداي 4 بناخد فيه تو سكشن 7 و8. 7 اللي هو سيستم ابروش بروبرتي كلاسز، بناخد فيه برضه اوكيبانسي كلاسيفيكيشن حسب اللايف سيفتي وازاي بعمل فاير بروتكشن للسبيشال اوكيبانسي، زي مثلا عندي هاي رايز بيلدينج تاور او عندي مثلا مستودع فيه مواد خطره، ازاي بعمل له سبيشال سيستم عشان احمي الحريق. سيكشن 8 اورجنايزنج فور فاير ريسك سيرفيس، بناخد فيه بعمل ازاي بلاننج قبل ما يحصل حريق حادثه حريق، اوكي سواء كان مبنى سكني او كوميرشال او كان مبنى صناعي اندستريال. والاوبريشن اوف فاير لوس بريفنشن وامرجنسي ميديكال سيرفيس، سيارات المطافي بتكون دايما مجهزه باجهزه خاصه بالقلب والتنفس. والكود انفورسمنت، لازم دايما اتاكد ان المباني مطابقه للكود والديزاين من اول خالص قبل ما يحصل حريق، اكون متاكد عن طريق دفاع مدني والجفرمنت اوثورتي ليهم طبعا دور رئيسي في الحكايه دي. وازاي بعمل فاير امرجنسي تريننج، لو عندي شركه مثلا فيها فريق اي ار تي بعمل له ازاي تريننج عشان يكون جاهز لحاله الحريق والفاير دريل قبل ما يحصل حريق. ولو حصل حريق بعمل ريسكيو، وازاي بستخدم البي بي اي او البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت للناس بتوع الدفاع المدني او الناس اللي موجوده في مكان الحريق نفسه. وبعمل ازاي ايفالويشن للديبارتمنت ريسبونس، هل هو سريع ولا بطيء محتاج يتحسن. كل سنه في امريكا بيعملوا الحكايه دي، بيشوفوا الريبورت وانفستيجيشن وهل عندهم مشكله ولا لا، مش كده هم بيطوروا الكود كل سنه. والمانجمنت اوف فاير ريسبونس اوبريشن والكوميونتي ريسك ريدكشن. بين سكشن 7 سيستم ابروتش، مثلا عندك وير هاوس في مواد خطره، ازاي بصمم السبرينكلر دي او الفوم حسب نوع الهازارد اللي عندي اللي بخزنه وحسب ارتفاع السيلينج وحسب ارتفاع المخزون. وهنا مثلا عندي تايب اوف كونستراكشنز، لو عندي مثلا بيم مع كونكريت فلور، فالتيم دوت البيم دوت لو حديد مثلا ستيل، ازاي بعمل له كفرنج عشان يستحمل الحريق عن طريق الاف او تي اللي هي الثيكنس، والاف اللي هي الويت اوف ستيل لكل فوت. الكيرف ده عندي برضو بيوضح لي العلاقه بين الستيل هنا، اللي بقى عندي مثلا ستيل عايز اعمل له كفرنج بس بختار كفرنج بسمكه قد ايه عشان حسب الحريق الفاير ريتنج اللي انا عايزه، ساعه نص ساعه ساعتين. وهنا برضو تايب اوف كولم مختلفة. وعندنا انتريور فينش كلاس A وبي وسي اللي هو داخل المبنى، مثلا السيلينج اللي عندي الفور سيلينج او الوول او الفلور لازم تكون برضو ضد الحريق او مواد مش كومباستبل حسب نوع المبنى، سواء كان هو مستشفى او اسمبلي او كان هو ابارتمنت او الاوفيس، بيختلف حسب نوع المبنى وحسب المكان نفسه اللي فيه الفينش فلور، هل هو مخرج هروب رئيسي او مدخل لمخرج الهروب او هو مثلا شقه عاديه او اوفيس عادي، تفرق طبعا كتير. اللي يهمني ده اهم حاجه تهمني اللي هو المخرج الرئيسي عشان لما يهرب الناس اثناء الحريق
الحيطان والسيلينج والفلور ما يولعوش. اوكي، وهنا عندي اورجانيزنج فاير ريسكيو. عندي مثلا هنا لما يجي حد من دفاع مدني بيطفي حريق في هذا الماتيريال، بيستخدم مواد معينه زي الهلمت وزي الجهاز التنفس وزي البدله اللي هم لابسينها ضد الحريق. وبعمل ازاي كوميونيكيشن مع فاير ديبارتمنت والناس اللي في الفاسيلتي. وهنا سياره الاسعاف، المطافي اللي تحت هنا اللي فيها هارت موبايل او هارت موبيل، بتبقى دايما فيها اجهزه مصممه عشان جهاز القلب والتنفس. وهنا سياره الاسعاف اللي بيسموها بامبر، دي المطافي سوري اللي تحت الاسعاف، واللي فوق هنا مطافي بتطفي الحريق. لازم برضو يكون مهندس الفاير بروتكشن سبيشاليست، يكون عنده علم بيها، محتاج كام ميه لما تيجي تسال عندي، وكام بار الفلوريت والبار، عشان برضو اكون عندي مجهزهم في السايت سواء عن طريق فاير هايدرانت او عن طريق تانكس. وهنا عندي القوه، لما استخدم الخرطوم اطفي بيه الهوز بيديك رياكشن، فلازم برضو يكون عندي علم بيها عشان ما يجيش حد يطفي يروح جاي واقع عن طريق الرياكشن بتاع الهوز والميه اللي فيه وضغطها. وهنا ازاي بعمل بري انستنت بلاننج قبل الحريق. اوكي، داي 5 تو سيكشن 9 اند 10 بناخد فيه كهرباء والميكانيكال اللي هو ديتكشن الارم، بناخد فاندمنتال اوف فايرمان سيستم المودرن تايب، وازاي بعمل له انسبكشن تيستنج مينتنس يعني سيرفيلانس وجارد سيرفيس. بعمل ازاي مراجعه على البلانز ريفيو، مخططات ودروينج مركز عليه فيها بالظبط. بعمل ازاي انستليشن للتو راديو كوميونيكيشن سيستم، ولو عندي مبنى صغير في عيله او عيلتين، ده خاص بامريكا، بعمله بحط له ازاي سموك الارم اللي هو بيبقى فيه دايما يعني سموك ديكتور مع الارم في نفس الوقت. ووتر بيزد فاير سبريشن، باخد فيه ديزاين واوبريشن للوتر ديسبيشن سيستم والوتر سبلاي سيستم، ازاي يكون ادكويت، وازاي بعمل تيستنج وريكويرمنت. بعمل ازاي هيدروليك كالكوليشن من الفاير سيستم سواء كان سبرينكلرز او فاير بامب، وانسبكشن تيستنج مينتنس للووتر بيس سيستم كله، وسبرينكلر ووتر ميست والفوم والدليوج، والابلكيشن برضو للسبرينكلر في المبنى اللي هو الصغير اللي فيه عيله او عيلتين برضو خاصه بامريكا. هنا مثلا ديكشن الارم، هنا عندي في قاعده مهمه في لما اجي احط الارم سيستم اللي هو الجرس او الستروب او البيل، كل ما بيبعد مسافه معينه اللي بيسموها 20 فيت، كل 20 فيت فور اكزامبل بيقل عندي هنا 6 ديسيبل مستوى الصوت، فباخد ده في الاعتبار في الديزاين. وعندي هنا مثلا الهيد ديكتور سبيسنج، لما اجي احط هيد ديكتور المسافه اللي بينه وبين الديكتور اللي بعديه حسب ارتفاع السيلينج بعمل لها ريدكشن حسب الجدول دوت. وهنا عندي الفاير بانلز كنترول بانل بتاعت فاير ديكشن، بوصلها ازاي باللوب للانشيتنج ديفايس ونوتيفيكيشن ديفايس. طبعا الانشيتنج ديفايس اللي هي زي سموك ديكتور هيد ديكتور مانوال كود بوينت ونوتيفيكيشن زي الارم وفلاشر. هنا عندي مثلا نموذج للفيزيبل تريكال فيزيبل اند كوميونيكيشن اوديبل، الاثنين مع بعض صوتي بيطلع بيديك صوت زي السايرين، وبيديك فيزيبل زي الفلاشر. وهنا عندي انواع مختلفه السويتشات، ده بحطه في التانك عشان ابين الووتر ليفل، بوصله فايل ارم ازاي عشان يديك على اشاره على البدل المستوى المايه في التانك منخفض. او عندك لو تمبريتشر سويتش، لو مستوى المايه برده لو سوري لو درجه حراره المايه انخفضت ممكن المايه تتجمد، برده مهم في البلاد البارده. وهنا عندي الفين تايب ووتر فلو سويتش، لو عندي حصل فلو بالفاير فلو في السبرينكلر سيستم بيديك برده اشاره اللي فيه حصل تدفق للمايه معناه اللي في حريق، فلازم اجري واشوف الحريق ولا هل هو فولس. وهنا عندي انواع ديكتور سواء كان هيت ديكتور او سموك ديكتور، وعندي سموك ديكتور طبعا في كذا نوع منهم، في ايونايزيشن وفي فوتوالكتريك في اير سامبلينج في كذا نوع. وهنا ووتر بيس سيستم، هنا مثلا عندي الكيرف الشهير بتاع الدينستي والاريا، بخش فيه حسب الهازارد اللي عندي في المبنى، بجيب منها الدينستي مع الاريا اوف اوبريشن للسبرينكلر عشان احدد الفلوريت اللي محتاجه للبامب. بعدين بنزل هنا على البامب كيرف بشوف الشوت اوف بوينتس والريتنج بوينتس والاوفرلود بوينتس مع الافشنسي والهورس باور. وهنا عندي البريشر بتاع البامب زي ما قلنا، في توتال هيد وفي ديشارج هيد وفي سكشن هيد استاتيك هيد، الفرق بينهم. وهنا عندي ايكوفالنت بايب لينث بتاع الفيتنج بجيبه عشان احسب منه الفريكشن الهيد لوس بتاع هذه ويليامز ايكويشنز. وعندي تحت هنا نوع الهازارد، لو عايز مثلا اجيب الهوز ستريم الاونس سواء كان انسايد او اوتسايد او توتال كومبايند حسب نوع الهازارد برضو، والمده قد ايه، هل هي نص ساعه ولا ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين.
بجيب حاجه اسمها سي فاليو برضو بتاع هازي ويليامز ايكويشنز، حسب نوع البايب حسب عمرها، كل ما العمر بيزيد كل ما السي فاليو عندي بتقل، مش بيحصل كروجن للبايب وقطر قطر البايب بيقل نفسه. وعندي انا ازاي بقيس البريشر بتاع الفلو، سواء كان عندي فاير هيدرانت او هوز، بحط بيت التيوب ودي 6 باخد فيه تو سكشن 11 و12، الفاير سبريشن وزاوت ووتر وكونفايننج فايرز سكشن 11 وزاوت ووتر، باخد ابلكيشن ليميتيشن اوف ووتر بيزد سيستم زي الكلين ايجنت. عندي هالو كربون وعندي انرت جاز وعندي دراي ويت كيميكال وعندي كربون دايكسايد والفوم والدليوج، وعندي ديزاين انستليشن انسبكشن تيستنج مينتنس للسيستم نفسه، وازاي بعمل تيستنج للفاير اكستنكشرز واي نوع بستخدمه حسب الفاير كلاس. والكونفايننج فايرز اللي بعمل ازاي كومبارتمنتيشن، بعمل باريرز وبارتيشن عن طريق بيلدينج كونستراكشن اليمنتس وعن طريق الفاير ريزيستنس ريتنج اللي محتاجها لكل جزء من المبنى، الكولم ولا الفلور ولا السيلينج ولا الحيطان الخارجيه والداخليه. بعمل امتى فاير وولز وفاير باريرز والفرق بينهم، والسموك باريرز الفرق بين الفاير بارير والسموك باريرز، والفاير دورز والويندو. بعمل ازاي بروتكشن للاوبننج، لو عندي مثلا اوبننج بعمل لها ازاي فاير ستوب وفاير سيلنت، والاستراكشر دامج فاكتور افتر فاير، لو عندي حديد حصل مثلا المبنى فيها كله حديد فبيحصل ازاي دامج، بتجنبه عن طريق زي ما قلنا من شويه بعمل له فاير ريزيستنس عن طريق مثلا بعمل له كونكريت او اسمنت او بلاستر، والفاير هازارد اسوشيتد مع كونستراكشن والديموليشن. هنا مثلا فاير سبريشن زوزر عندي مثلا حسب نوع الفاير، هل هي اي بي سي دي كي، الاي اللي هي الاوردينري زي حرائق البلاستيك العاديه والخشب والكلوز، والكلاس بي اللي هو فلامبل ليكويد وكومباستبل ليكويد زي البترول والغاز، والسي اللي هو حرائق الكهرباء، والدي اللي هو حرائق الميتالز زي الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والكي اللي هو خاص بالكيتشن والكوكينج المواد اللي فيها اويل وفات. حسب نوع الكلاس بختار الحريق نوع الكلين ايجنت المناسب او الدايكسايد والكويت كيميكال والدراي كيميكال وات ايفر، وبحدد حاجه مهمه جدا اسمها النول والليفل. النول اللي هي النو اوبزرفنس ادفيرس افكت ليفل، واللو اللي هي اللوست ليفل، دي اكبر كميه مش بيحصل عندها حاجه ودي اقل كميه بيحصل عندها حاجه، فلازم افرق بينهم عشان احدد منها الديزاين كونسنتريشن سواء خاص بالانرت جاز او بالهالو كربون. طبعا الهالو كربون دايما هتلاقي نسبه اقل بكتير، زي مثلا فور اكزامبل هنا اتش اف سي 27 اي اللي هو الاف 200، فعندك مثلا اللول 9 واللول 10.5، فانا دايما بحط ديزاين كونستليشن بتبقى بين ال 7 وال 9، لازم تكون اقل من 9. لكن عندك مثلا انرت جاز زي مثلا اي جي 541 اللي هو بيسموه انرجي سيستم، يبقى عندك النول 43% واللول 52%، فنسبة أكبر بكتير زي ما أنتم شايفين، هنا 43 وهنا 9 بال 200. وهنا عندي الأسماء بتاعت الإيجنتس زي هالو كربون، هنا مثلا اف اتش اف سي، أشهر الأنواع فيه اللي هي ال 200 اللي هي اتش اف سي 27 اي و اتش اف سي 125، وفي الإنرت جاز عندي أشهر الأنواع اللي هي اي جي 541 واي جي 55. هنا عندي برضو في انواع الطفايات سواء كانت كربون دايكسايد ولا فاير دراي باودر دراي كيميكال ويت كيميكال حسب نوع الكلاس زي ما قلنا في الحريق. وكونفايننج فايرز يعني ايه؟ عندي مثلا الفاير ريتد وول بعمل لها تيست في المصنع او في المختبر حسب الاستم كيرف والايسو كيرف، هنا عباره عن علاقه بين التايم والتمبريتشر. مثلا بختبر مثلا بعد لو الحريق مثلا اللي عندي محتاج ساعتين، فبعد ساعتين لو التمبريتشر عند الاكسبوز سايد من الناحيه الثانيه وصلت ل 250 سلازيس يبقى العينه فاشله ولازم اعيد الاختبار تاني. انا مثلا عندي فاير ريزيستنس للتايب حسب التايب اوف كونستراكشن، تايب 1 زي ما قلنا هو اعلى حاجه وتايب 5 اقل حاجه. فهنا عندي مثلا في تايب 1 حسب نوع بقى الاستراكشر اليمنت، هل هي حته خارجيه بتستحمل البيرنج لود ولا حيطه خارجيه ما تستحملش بيرنج لود، ولا هي الانتريور وول، ولا هل هو كولم عمود، ولا هل هو سقف، ولا هل هو فلور. بس ده عليه بحدد التايم ريتنج الاورز ريتنج المحتاجه للمبنى. اوكي، واللي على يمينه هنا الفاير ريزيستنس اوف ستيل كولم، لو عندي ستيل كولم بحدد ازاي الفاير ريزيستنس بتاعته، بعمل له كفر قد ايه، ونوع الكفر بيكون ايه، هل هو كونكريت او جبسون بورد ولا سيمنت،
حسب برضو معلومة مهمين جدا، اللي هو thickness بتاع cover، والاف اللي هي وزن الستيل كولم لكل فوت. وهنا عندي الفاير دور ريتنج، مثلا لو عندي دور ريتنج 20 مينت يبقى لازم الوول ريتنج تبقى نص من نص الساعة، ولو عندي الدور ريتنج مثلا ساعة يبقى الوول ساعة زيه. اوكي، فده بيوريك أجزاء المبنى. لو عندك دور وفلو دور داخل الحيطة، فلو الباب اللي محتاجه يكون 20 دقيقة بتكون دايما الحيطة زيه أو أكتر منه في الفاير ريزيستنس. اوكي، وهنا عندي مثلا لو في مثلا مستودع أو مخزن فيه مثلا مستودع مثلا فيه مواد متفجرة ممكن تعمل لي اكسبلوجن، بعمل يا إما فاير كارتن أو بعمل فينت، إيه الفرق بينهم؟ كده خلصنا الكورس. وهنا الأوت كام بتاع الكورس، زي ما قلنا انت هتستفيد من الكورس هتكون انت كومبتنس فاير بروتكشن سبيشاليست في جميع الاسبكت، سواء الاسبكت الخاصه بالميكانيكال انجينير زي ما قلنا الووتر بيس سيستم والسبرينكلر والبامبس، او الالكتريكال انجينير زي اللي خاصه بالفاير الارم سيستم والالكتريكال سيستم، او الخاصه بالمهندس المعماري اركتكشر زي اللايف سيفتي والبيلدينج انفلوب، او خاصه بالستراكشر انجينير زي الاستراكشر فاير بروتكشن زي التايب اوف كونستراكشن والكولم والفلورز والبيم والستيل. فيكون عندك هوليستيك نوليدج وهوليستيك ليرنينج من الكورس دوت، خاصه بجميع اجزاء الفاير. اوكي، مش بس زي ما انت خدت شهاده مثلا في ان بي اي خاصه بالسبرينكلر او خاصه باللايف سيفتي او خاصه بالالارم، لا دي شهاده خاصه بجميع الحاجات دي كلها. ده بيوريك يعني اهميه الشهاده وانت هتستفيد اول حاجه منها ايه. تاني حاجه هتكون مهندس مميز عن اي حد تاني في المجال، لانك هتكون انت ذاكرت وفهمت وتعبت وكمان دخلت الامتحان ونجحت فيه، بيبقى عندك خبرة عملية بلس خبرة أكاديمية وخبرة معرفية بالكود، عشان كده بيسموك سيرتيفايد. وتالت حاجة بتبقى أنت عندك مور تراست من بابليك، من الناس عموما، عشان في أمريكا وكندا دايما بيطلبوا الجفرمنت، بيطلبوا البابليك منهم من الجفرمنت اللي يكون المهندس أو الاستشاري اللي هيصمم المبنى دوت بتاع الحريق، لازم يكون مهندس سيرتيفايد او اوثرايد او لايسنس. اوكي، فده بيديك تراست من البابليك والامبلوير اللي هيشغلك والكلاينتس اللي هتشتغل معاه، عشان انت تبقى فورمالي ريكوجنايزد. وثالث حاجه بيكون عندك فرص كبيره جدا للشغل، زي ما قلنا في الاول التوب امبلوير بيطلبوا الشهاده سي بيس في الفاير بروتكشن سيستم، وبيعمل لك شورت ليستنج. دايما الاتش ار لما بيستسهل عشان يعمل سكريننج للناس اللي بتقدم له كانديديت والابليكانت، بيعمل شورت ليستنج بيز على السيرتيفيكيت اللي مقدم له فيها الطلب. اوكي، فبيديك فرصه عاليه جدا عن اي حد تاني. ورابع حاجه بتكون انت مور كواليفايد انك تعدي الامتحان لو انت فهمت الكورس كويس ومشيت مع الجايد لاينز اللي احنا مديها لك وتحل معانا الاسئله. واخر حاجه تاخد المحاضره مسجله بعد المحاضره اللايف اللي معانا، بتاخد البي دي اف كورس السلايدز خاصه بيك انت لوحدك. طبعا دي فائده كبيره جدا، وانا بشجع اي حد فيكم بيحب مجال الفاير لانه ليه مستقبل كبير جدا، سبيشالي في العصر بتاعنا دوت بعصر السيرتيفيكيت والكريدنشال. ودايما المستقبل كله للناس اللي عندها سيرتيفيكيت وكريدنشال ولايسنس، فانت هتكون مهندس مميز وكومبتنت في المجال. اوكي شباب، ولو حد عنده اي سؤال يحط لنا في التعليق او يبعت لنا عندنا على الويب سايت ngbook.com او الايميل او الواتساب او اللينكد ان بيج بتاعتنا او الفيسبوك بيج بتاعتنا. اوكي، وطبعا اتمنى للجميع التوفيق، ويكون ان شاء الله سنه جديده حلوه عليكم وعلى جميع الاسره والاحباء واصحابكم كلكم، وشكرا لكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.